بالنسبة للمقابلة كانت مقابلة صعيبة بيان سور، مباراة صعيبة مهما كان الفريق، وقت اللي تبدا 3-0 سكور تاع 3-0 سي با فاسيل، معناها باش تعمل نجم ترجع في سكور وهم ميم طون تيغارد معناها وتكون لوسيد باش ما تقبلش بونت. وهذايا أهم حاجة قلت للملاعبية بعد طرح تو بعد الماتش في الفيستير، وأنه يلزمنا ناخذ درس من ماتش من التور هذايا، لأنه الكاليفيكاسيون ما تلعبش ماتش الروتور، تلعب ماتش للي. وهذا اللي حكيته مع الملاعبية حتى قبل ماتش للي، حكيت وأنه لازمنا ناخذوا ماينا من النتيجة من ماتش للي. دونك اليوم شفنا صعوبة المهمة، ولكن الملاعبية كانت عندهم في كبيرة، كانت عندهم جرينتا، شفنا معناها لاعبين تقريبا كل تو دخلت الفيستير تقريبا 4 أو 5 إصابات، معناها ثم شكون بدا من تجبين وثم اللي خشمه هذيك شنو هذيك النوفي هذيك كرة قدم.